صباح الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسود نهار هذا اليوم أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، وهناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتفرق الغيوم العالية في المناطق الشمالية من المملكة. أما درجات الحرارة العظمى في العاصمة الرياض نهار هذا اليوم تصل إلى 27 درجة مئوية وأجواء غالبا صافية. درجات الحرارة الملموسة تصل إلى 26 درجة مئوية ونسب الرطوبة تصل إلى 32%، أما سرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن السعودية نهار هذا اليوم، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في سكاكا نهارا 31 الصغرى 13، عرعر 31 الصغرى 16، وتبوك 29 الصغرى 18 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئيا. درجات الحرارة في المدينة المنورة نهارا 35 الصغرى 22، جدة 34 الصغرى 23، مكة المكرمة 37 الصغرى 24 درجة مئوية، والطائف 27 والصغرى 16 درجة مئوية، وأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في أبها تصل نهارا إلى 24 الصغرى 14، الباحة 23 الصغرى 15، وجازان 30 الصغرى 27، وأجواء غائمة جزئيا وغيوم متفرقة في جازان. أما درجات الحرارة في الدمام تصل إلى 28 الصغرى 16، حفر الباطن 29 الصغرى 17، والإحساء 30 ليلا 16 درجة مئوية، وأجواء مشمسة في كل من حفر الباطن والإحساء وغيوم متفرقة في الدمام. وأخيرا درجات الحرارة في الرياض 27 نهارا الصغرى 15، وبريدة 30 الصغرى 15، وحائل 30 الصغرى 17 درجة مئوية، وأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في هذه المناطق. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.